بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات الفيزياء على منصة البث المباشر. نبدأ إن شاء الله مع بعض مع ثالث حلقة من حلقات الفيزياء. ابحث عن الحلقتين اللي فاتوا، حلقة الإزاحة وسعة الاهتزاز من الحلقات الهامة، حلقة تردد الزمن الدوري وحل الأسئلة اللي جت في العام الماضي وقبل الماضي، والنهاردة إن شاء الله معانا أنواع الموجات. أهلا ومرحبا بكم. ماذا يحدث عندما تسقط حصاة، يعني حجر، في بركة ماء؟ لو جبنا حصوة كده حجر ورميناها في المية، المنظر اللي انتوا شايفينه عبارة عن ان جزيئات المية او سطح المية بعد ان كان ساكنا بدأ يهتز، الجزيئات بدأت تهتز، حصل اضطراب فيما يعرف بالموجة. طيب تنتقل الحصاة، تنتقل طاقة الحصاة الى الماء وتحمل الطاقة بعيدا عن النقطة التي اصطدمت بالماء، ازاي يا مستر؟ هقول دلوقتي احنا حطينا الحصوة ديت، لما رميناها عند النقطة اللي انت شايفها ديت اللي هي فيها جزيء مية الأعلى ديت أو شوية مية الأعلى دي، لكن زي ما انت شايف الدوائر بتتوسع دليلا على أن الطاقة اللي هي طاقة الحصوة ديت، ما احنا طبعا لما كنا شايلين الحصوة فوق كده كان لها طاقة وضع، لما نزلت تصطدم بالمية اصطدمت فانتقلت الطاقة اللي في الحصوة ديت إلى جزيئات الماء، وكل جزيئات نقلت الطاقة إلى الجزيئات اللي بتليها، ويتحرك الماء إلى أعلى وإلى أسفل مع مرور الموجة، ولكنه لا ينتقل من مكان. بمعنى كلنا بنشوف المنظر الجميل اللي بيحصل في بعض الاستادات، استادات كرة القدم، نبص نلاقي الجمهور نفسه عمل على شكل موجة. الله، هو في حد اتنقل من مكانه؟ يعني ساب مكانه ومشي؟ لا، امال ايه ده؟ بس الشخص بيقوم ويقعد، بس كل اللي في الصف ده قاموا في وقت واحد وقعدوا في وقت واحد. كذلك الجزيئات اللي احنا مشاورين عليها، هو الجزيء كل اللي فيها هو واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه على مسار الدايره دي طلعوا الاعلى في وقت واحد، عملوا ما يعرف بالقمه. بينما الجزيئات المجاوره انخفضت جميعا لاسفل في وقت واحد فعملوا قاع، احنا شفناها قلنا دي موجه. ان الجزيئات لا تنتقل من مكانها وانما تهتز حول مواضع سكونها. تعالوا نوضح الكلام ده بالتفصيل. يعني ايه موجه ميكانيكيه؟ موجه ميكانيكيه يعني عايزه طاقه، اسمها الطاقه الميكانيكيه. ده موجه تنتقل خلال وسط مادي. يعني ايه وسط مادي؟ ما الوسط؟ دي الماده اللي هتنتقل خلالها الموجه. مش فاهم. تعال نشوف مثال لموجه ميكانيكيه ولتكن موجات الماء او موجات الصوت. دلوقتي انا لو بتكلم مع حضراتكم، لو انا بكلم واحد واقف قدام مني، تخيل ان جزيئات الهواء اللي بين الفم، ما بين فمي انا واذنك، بتهتز. هذه الجزيئات نفسها هي اللي بتنقل طاقة الموجة اللي عندي من الأحبال الصوتية عندي لغاية الأذن عندك. طبعا بيحصل حاجات، إن النبضة ديت أو الصوت ده، الموجة الصوتية دي بتصطدم طبعا بطبلة الأذن فتهتز، بتهز عظيمات الأذن الثلاثة اللي هو المطرقة والسندان والركاب، بيهز حاجة اسمها الكوة البيضية والكوة الحلقية، ثم يهتز السائل التيه اللي في القوقعة وتروح للمخ يترجمها. الكلام ده بياخد أجزاء من مليون جزء من الثانية، إحنا مش علينا تفصيلته، بس نعرف إن الآتي، أن هذه عبارة عن نبضات، يعني عبارة عن اصطدامات ما بين جزيئات الهواء وبعضها، اهتزازات بتنتقل. يبقى حصل إن الاهتزاز نفسه انتقل، اضطراب ينتقل، ده اسمه موجة ميكانيكية.
موجة يلزم لها وسط مادي، مادة أيا كانت صلبة أو سائل أو غاز، يعني لازم مادة. يعني يا أستاذ لو في الفراغ ما تنفعش، فين المادة اللي هتشيل الاهتزاز؟ مش موجودة. إذن هناك شرط أساسي وهو وجود مادة، أدي واحد. ثم أن جزيئات هذه المادة تهتز بسبب مصدر. يعني مثلا معايا شوكة رنانة، لو أنا معايا الشوكة الرنانة ديت واقف على سطح القمر حيث لا يوجد هواء وهزتها، مش هسمح حاجة. طب ليه مش هسمح حاجة؟ المصدر المهتز موجود والاهتزاز حصل، لكن الوسط الناقل لهذا الاهتزاز من المصدر للأذن مش موجود، عشان كده ما سمعتوش. هناك شروط ثلاثة. الأول الوسط، ده رقم واحد. مفيش وسط ما اتكلمنيش عن مصدر. طيب وجد الوسط حيث هناك ماء أو هواء أو أي، يعني مادة صلبة أو مادة سائلة أو مادة غازية، أي شيء بقى في جزيئات عندي تتهز. كلمني عن وجود المصدر. فإن لم يوجد مصدر يبقى إذن مفيش مصدر اهتزاز، يبقى مفيش موجة هتحصل. طيب ثم أن هذا المصدر يهتز أو يتذبذب، يبقى أنا عندي شوكة في البداية خالص، عندي وسط زي الهواء مثلا، وعندي شوكة رنانة، ثم أن هذه الشوكة تهتز. افرض أن أنا على سطح الأرض أهو حيث يوجد الهواء، ومعايا الشوكة الرنانة في إيدي وما هزتهاش، خلاص كده ما حصلش اهتزاز. كده ما حصلش اهتزاز يا جماعة، يبقى ما فيش موجة ميكانيكية هتحصل. إن للموجة الميكانيكية شروط ثلاثة. الأول وجود الوسط، وده الأهم عندي على الإطلاق. ثم وجود المصدر، وده تاني حاجة في الأهمية. ثم أن هذا المصدر يهتز. لو في شرط أن الثلاثة دول مش موجود، يبقى مفيش موجة ميكانيكية، وما تكلمنيش عن موجة ميكانيكية. الموجة سطح الماء موجود بس ما هزتوش بسبب إلقاء حجر فيه مثلا، خلاص ما تهزش. معايا الحجر والماء موجود وما حصلش الإلقاء، ما حصلش الاهتزاز. يبقى الشروط الثلاثة لازم نكون واعيين له. طيب هو الموجة الكهرومغناطيسية ايه هي وايه مثالها؟ قال والله الموجة الكهرومغناطيسية، طبعا يا جماعة احنا عندنا في الفيزياء في شوية حاجات كده يعني ظريفة، زي ايه؟ كلمة الموجة الكهرومغناطيسية، ملاحظين ان هي مقطعين كهرو ومغناطيسية، يعني كهرباء ومغناطيسية. المجال الكهربي والمجال المغناطيسي، احنا بنقول دايما ان الشحنة الكهربية سواء موجبة او سالبة، الشحنة الكهربية حواليها مجال كهربي، حواليها مجال كهربي، وهذا المجال لا يحتاج لوسط مادي عشان ينتشر فيه. ده مجال، قوى المجال من القوى المشهورة، عندنا ثلاث قوى من قوى المجال اللي هي القوى الجاذبية والقوى الكهربية والقوى المغناطيسية. الثلاث أنواع من القوى دول ومجالاتهم، مجال الجاذبية، يعني مثلا احنا درسنا مجال الجاذبية السنة فاتت، ما بين الشمس والأرض الشمس بتجذب الأرض، حلو، في جذب متبادل، تمام، مع ان في فراغ بينهم، ما بين الشمس والأرض في فراغ. طب المجال الجاذبي ازاي وصل؟ لانه ما بيحتاجش الوسط مادي. المجالات لا تحتاج لوسط مادي، المجال الجاذبية، المجال المغناطيسي، المجال الكهربي. الشحنة الكهربية لو ساكنة يبقى حواليها مجال كهرباء. طب اتحركت يبقى مغناطيسي. يبقى انا لو عندي شحنة كهربية واتحركت بقى عندها مجالين متعامدين، مجال كهربي ومجال مغناطيسي، الاثنين بيعملوا موجة اسمها موجة كهرومغناطيسية، وهي تنشأ من اهتزاز مجالين متعامدين هما المجال الكهربي والمجال المغناطيسي. دايما دي بتنشأ عن حركة الشحنة
او اهتزاز الشحنه زي ما هنعرف. فهي موجه تنتقل في الفراغ. لماذا تنتقل في يعني ليه ممكن من الممكن انها تنتقل في الفراغ؟ لان هي ما هي تركيب مجالين متعامدين كهربي ومغناطيسي، لا المجال الكهربي محتاج وسط مادي ولا المجال المغناطيسي محتاج وسط مادي، يبقى الموجه بالضروره لنشأة عنهم لا تحتاج الى وسط مادي. طب الضوء بيوصل لنا هنا وبيمشي في الوسط المادي، طبعا اذا كان هي مش محتاجه للوسط المادي بالضروره انها لما تخش وسط شفاف زي الهواء او الازاز او الميه او اي وسط من الاوساط دي هتمشي فيه، بس هيحصل لها طبعا انكسار زي ما هنعرف بعدين. مثال اهتزاز جسم مشحون زي الالكترون، انتقال الموجات الكهرومغناطيسيه من الشمس الى الارض وخلال وخلال الجزيئات الهواء وخلال كذا كذا ما نعرف. كيف يكون الاضطراب في الجزيئات المستعرضه؟ دلوقتي انا عندي حبل بيهتزه لاعلى ولاسفل. لا ده انا مصدر الاهتزاز هنا فين؟ ايوه مصدر الاهتزاز هنا ايدي. طب بتتحرك ازاي؟ اعلى ولا اسفل؟ اذا بالضروره ان الطاقه التي بذلتها يدي على الحبل تنتقل الى جميع نقاط الحبل. يعني اذا الايد طلعت لفوق لازما جميع نقاط الحبل تنتقل لاعلى بالترتيب. ايدي نزلت لتحت جميع نقاط الحبل طب ايه بالتوالي بقى؟ يعني عملت لي قمه بعدها قاع بعدها قمه بعدها قاع وهكذا. وبعدين تسري الموجه زي ما احنا شايفين. وانت واقف بعيد كده وبتشوفني وانا عمال اهز الحبل شايف الموجه ماشيه ناحيه اليمين في الصوره اللي قدامك، الا ان جزيئات الحبل تهتز لاعلى ولاسفل. يعني اذا عمودي على اتجاه حركه الايه؟ الموجه. باعتبار طبعا ان اتجاه حركه الموجه نحو اليمين او يعني لو كانت موجه منعكسه هتبقى نحو اليسار، في جميع الحالات اتجاه الحركه بتاع الجزيئات هيبقى عمودي. الجزيئات يا جماعه يقصد بيه النقاط لو انا علمتها على الحبل، يعني انا لو جيت عند نقطه وعملت كده نقطه بالقلم السبوره وبعدين بدات اهز الحبل هلاقي النقطه ديت عماله تهتز لاعلى والاسفل لاعلى والاسفل لاعلى والاسفل. ما الموجة الطولية؟ والله الموجة الطولية لو احنا حركنا اليد يمينا ويسارا كل الجزيئات اللي قدامي هتهتز لأعلى ولأسفل تهتز يمينا ويسارا على جانبي موضع سكونه. يبقى يا استاذ اتجاه الموجة هنا بيكون في نفس اتجاه انتشار الموجة او في نفس اتجاه الحركة. موجة تتحرك فيها جزيئات الوسط للأمام والخلف بشكل موازي لاتجاه حركة الموجة. طبعا ممكن نقارن مقارنة كده والمقارنة دي هتكون مهمة جدا جدا. بصوا يا جماعة طبعا يعني انا عاوز اقول لكم حاجه ضروريه جدا جدا جدا. احنا لما بنيجي نقارن الموجات ببعضها يعني لازم نشوف نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف. ماشي؟ فخلي بالكم، تعالوا نشوف ايه الفرق بين الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية. اول حاجة التعريف. ايه يا جماعة التعريف؟ بصوا بقى علشان خاطر نكون فاهمين قوي قوي قوي. احنا بناخد انواع الموجات ميكانيكية وكهرومغناطيسية. ركز بقى، التعريف: اضطراب يحتاج الى وسط مادي حتى ينتشر. شوفوا الكلام
الكلام مهم جدا 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 حتى ينتشر، حتى ينتشر. طبعا يلا نتفاعل كده مع بعض. التعريف: اضطراب يحتاج الى وسط مادي لكي ينتشر، يعني بدون الوسط المادي مش هينتشر. ولازم يحصل اضطراب يا جماعه، لازم يحصل اضطراب. طيب اما الموجات الكهرومغناطيسيه، الاضطراب ينتشر في كله، في الاوساط الماديه وفي الفراغ كله. دي موجه كهرومغناطيسيه مش محتاجه الوسط المادي، لانه مش هو اللي هيشيل الاضطراب، ده اللي شايل الاضطراب ده المجالات الكهربيه والمغناطيسيه، يعني هي اللي بتتهز. تمام. كيف تنشأ؟ مهم قوي 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 ان انا اعرف كيف تنشأ قوي، يعني ده تقريبا هو الدرس. اهتزاز جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة او في نفس اتجاه انتشار الموجة. الله، اصل الجزيئات هنا ممكن تهتز عمودي فتعمل لي موجة مستعرضة، وممكن تهتز في نفس اتجاه انتشار الموجة فتعمل لي موجة طولية. تمام؟ يبقى أنواعها في طولية وفي إيه؟ مستعرضة. إنما هنا تنشأ من اهتزاز مجالات كهربية ومغناطيسية، كل منها عمودي على الآخر، وعمودي على اتجاه الانتشار أو على خط الانتشار. طب إحنا لسه قايلين إن إذا كان الاهتزاز عمودي على الانتشار، اتجاه الاهتزاز عمودي على اتجاه الانتشار، تعمل لي موجه ايه؟ مستعرضه. يبقى النوع ده مستعرض كله. وهنا احب الفت نظر حبايبي لاربع جمل غايه في الاهميه. ايه رايكم لو قلت الاتي؟ جميع الموجات الكهرومغناطيسيه مستعرضه، صواب ام خطا؟ برافو عليكم، جميعها مستعرضه، صح؟ يبقى الاجابه صحيحه. طب لو عكسنا وقلنا جميع الموجات المستعرضه كهرومغناطيسيه، استنى يا مستر نفكر كده، جميع الموجات المستعرضه كهرومغناطيسيه، امال الميكانيكيه ما عندهاش مستعرضه؟ يعني ما فيش مستعرضه ميكانيكيه؟ في. يبقى العكس غير صحيح. يبقى كل الموجات الكهرومغناطيسيه مستعرضه، بس العكس غير صحيح. طب تعالي يا أيها الموجات الميكانيكية نشوف إيه شغلك. جميع الموجات الميكانيكية طولية. سمعتك؟ إجابة صحيحة. فعلاً إجابة صحيحة. إيه هي؟ جميع الموجات الميكانيكية طولية. إجابة خطأ، والصواب إن بعضها طولية وبعضها مستعرضة. طب العكس، جميع الموجات الطولية ميكانيكية، صح؟ جميع الموجات الطولية ميكانيكية، صح؟ لأن مفيش موجات طولية من النوع الكهرومغناطيسي، لأن اهتزازهم هناك متعامد دائما. يبقى الأربع جمل تاني، جميع الموجات الكهرومغناطيسية مستعرضة، صواب، والعكس غير صحيح، جميع الموجات المستعرضة كهرومغناطيسية خطأ. جميع الموجات الميكانيكية طولية خطأ، وجميع الموجات الطولية ميكانيكية صواب. الرؤية: يمكن أن نرى بعض الموجات الميكانيكية زي اهتزاز الماء والأوتار والحاجات دي، ممكن نشوفها. أما الموجات الكهرومغناطيسية ندركها من آثارها، فإن الضوء يثير حاسة الإبصار في العين السليمة فترى. احنا شايفين المناظر اللي قدامنا بفعل انعكاس الضوء عنها، بس فين الضوء؟ لا لون. بعض الأضواء يمكن رؤية الأطار الموجية، يعني من خلال الترددات نقدر نشوف بعض، نشوف ولكن ندركه من أثار. خلي بالك إن نظرك إلى حتى نسبي. إن الموجات الكهرومغناطيسية والمجالات اللي هي الكهربية مش عارفين نشوفها، ولكن ندركها من أثرها. السرعة: موجات الكهرومغناطيسية والميكانيكية،
السرعة بتاعت الموجات الكهرومغناطيسية تختلف سرعتها حسب نوع الوسط، ولو الموجة الكهرومغناطيسية لها وسط واحد السرعة فيه بتكون تتوقف على نوع الوسط ودرجة الحرارة، ودرجة الحرارة مش عليه عشان قوانينها مش عليه. لكن مثلا لو قال لي الصوت في الهواء 320 متر على الثانية، خلاص دي سرعة الصوت في الهواء. سرعة الصوت في الحديد مثلا 5000، يبقى خلاص هي 5000. الله، طب يا مستر امتى تتغير؟ اذا الوسط اتغير. طب لو الوسط ثابت يبقى السرعة ثابت. اما الموجات الكهرومغناطيسية فان سرعتها في الفراغ 3 × 10^8، وهي سرعة ثابتة. اي موجة، اي موجة كهرومغناطيسية من اول موجات الراديو والمايكرويف والتحت حمراء والمرئي والفوق بنفسجية وأشعة إكس وأشعة جاما، كل دول سرعتهم في الفراغ متساوية 3 × 10^8. ولكن إذا دخلت طبعا الوسط المادي أكيد سرعتها هتنقص. وفي طلاب هنا هتلاحظ ملحوظة، لما جينا نتكلم عن الصوت وسرعته في الهواء، وبعدين قلنا سرعته في الماء، وبعدين قلنا سرعته في الصلب، لقينا السرعة بتزيد. يعني لما نقول انتقل مثلا الصوت، في صوت في المية، في صوت في الحديد، في صوت في الهواء، أسرع سرعة له هتبقى أو أكبر سرعة له هتبقى في الحديد في الصلب. أما الموجات الكهرومغناطيسية لو هي جاية كده من الفراغ دخلت على الهواء على الماء على الزجاج، نلاقي السرعة بتنقص، ودي هنفصلها الحصة القادمة. بس خلينا الأول نعرف إن في فرق بين الموجات الميكانيكية وفي فرق بين الموجات الكهرومغناطيسية. أمثلة الموجات الميكانيكية: موجات الماء، موجات الصوت، اهتزاز الأوتار. أما الموجات الكهرومغناطيسية كله بقى الراديو والضوء إشعاع كما كل الأشعة اللي أنا قلتها، حتى اللاسلكي والليزر موجات كهرو إيه؟ مغناطيسية. ليه الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي تنتقل فيه؟ ما هي لأنها تتولد نتيجة اهتزاز مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية متعامدة، وليس نتيجة اهتزاز جزيئات الوسط. فهي مش محتاجة جزيئات وسط، لأن طبيعة النشأة هي موجات نشأت من اهتزاز مجالين، والمجالات يعني بتنتقل في الفراغ وما عندهاش وسط مادي. اللي بيهتز هناك مش الوسط، اللي بيهتز المجالات. المجالات تمشي بقى في الفراغ في الوسط المادي مفيش فيها مشاكل. اما الموجه اللي هي الماديه، الموجه الميكانيكيه، بتنشا نتيجه اهتزاز جزيئات الوسط. حلوه. في حته جزئيه كده عايزين ندرس مع بعض فيها ونتكلم علشان خاطر الوضع يبقى واضح بالنسبه لنا. ايه شرط انتشار موجه طولية؟ شرط بسيط جدا، ان يبقى فيه الحاجة اللي احنا قلناها، في جزيئات وتتهز. تتهز طبعا اكيد بسبب مصدر موجود، مصدر متذبذب، والمصدر ده يهتز. اللي هي الشروط العادية. في الحالة دي على طول تنتقل موجة طولية من غير سكات. طب امال ايه شرط الموجة المستعرضة؟ قال في شرط زائد: وجود قوة جذب محسوسة بين الجزيئات. يعني ايه؟ يعني تبقى في ما بين الجزيئات وبعضها قوة جذب محسوسة، وده ما بيكونش غير في الصلب والسائل. عشان كده مش هتلاقي موجة مستعرضة في الغازات أبدا لفقدانها هذا الشرط. بين جزيئات الغاز لا توجد قوة جذب محسوسة، وإنما قوى جذب تكاد تكون منعدمة. عشان كده شرط الموجة المستعرضة مش موجود. يبقى يا صوت تعالى، أنت لما تيجي تمشي في الغازات وفي الهواء الجوي تمشي على شكل موجة إيه؟ قال أنا عندي كام اختيار؟ قلنا له والله الموجات الميكانيكية طالما في جزيئات هواء وهتتهز يبقى في اختيارين، إما أن يكون طولي أو مستعرض. طب الطولي
شرطك موجود؟ اه. شرط ايه؟ ان تهتز الجزيئات. سهله، عندنا الجزيئات وتتهز. طب الشر الموجه المستعرضه، يا موجه مستعرضه انت ايه شرطك؟ انا شرطي وجود جزيئات تتهز، اضافه الى ذلك ان تكون قوى الجذب بين الجزيئات وبعضها محسوسه. لا ده مش الشرط الثاني ده مش موجود. لا يبقى ما فيش موجه مستعرضه هنا. يبقى ينتشر الصوت بين في الهواء وفي الغازات على شكل موجات. ها؟ انا سامع. ايوه موجات ايه؟ طوليه فقط. ليه؟ لان قوى التماسك وقوى التجاذب وقوى جاذب فان دير فيل بين جزيئات الغاز بتكون صغيره قوي. فاذا اهتز مصدر الصوت بتنضغط جزيئات الغاز فيبتعد ويحدث تخلخل على هيئه موجات طوليه وليست موجات مستعرضه، لان قوى الجذب بين الجزيئات تكاد تكون منعدمه صغيره جدا، فهي قوى جذب غير محسوسه. وبالتالي افتقدنا شرط مهم جدا، وهو شرط الموجه شرط الموجه المستعرضه. يبقى الشرط الوحيد المتوفر اللي هو الموجه الطوليه. ينتشر الصوت في المواد الجامده وفي السوائل على شكل موجات طوليه وموجات مستعرضه. اه طبعا قوى التماسك بين جزيئاتها كبيره عشان قريبه من بعضها اكثر من جزيئات الغاز. الله، يعني تاني نيجي بقى في صوت وهينتشر في السوائل وفي الغازات. تعالى لي انا سائل، تعالى لي انا صلب. طيب يا عم الصوت نسالك انت هتنتشر هنا في السوائل والجوامد ازاي؟ فقال اسالهم لي، انتوا عندكم جزيئات قابله للاهتزاز؟ نعم، السوائل تتكون من جزيئات قابله للاهتزاز بالنسبه لبعضها وكذلك الجوامد. اذا الموجه الطوليه شرطها موجود. خش على المستعرضه، هل قوى الجذب بين جزيئاتكم محسوسه؟ اسال الجوامد تقول لي ده اعلى حاجه، اسال السوائل تقول لي موجوده وملحوظه. اقول اذا تنتشر، الشرطين موجودين. اه يبقى شرط الموجه الطوليه توفر، وهو وجود قوى وجود جزيئات قابله للاهتزاز والانتشار، يبقى هتنتشر موجه طوليه. طب شرط الموجه المستعرضه ان تكون قوى الجذب من الجزيئات محسوسه، يبقى اذا هتنتشر كمان على شكل موجه مستعرضه. يبقى تنتشر على الموجتين على اساس ان قوى الجذب يبقى في جزيئات، وايضا بين جزيئاتها بين هذه الجزيئات قوى الجذب محسوسه. عند تحريك ماء في حوض بواسطة لوح من الخشب يحدث عند سطح الماء أمواج مستعرضة، بينما في القاع أمواج طولية. الله، وإيه اللي في القاع؟ وإيه اللي في السطح؟ وإيه الوضع؟ يعني بالراحة كده وبهدوء. فقال بص، في القاع وفي السطح، هو إيه الفرق بين السطح والقاع؟ عند السطح الجزيئات تتعرض لقوى جذب من اليمين ومن اليسار ومن الجهات السفلى، بس من فوق لا. إذن بين الجزيئات وبعضها قوى جذب، وتكون قوى الجذب كبيرة. كمان الجزيئات عند السطح هتتحرك لأعلى ولأسفل. عشان إيه؟ عشان الموجة المستعرضة هنا هي اللي هتكون غالبة، عشان قوة الجذب كبيرة. يبقى كل ما كانت قوى الجذب كبيرة شرط الموجة المستعرضة تحقق، يبقى الموجات هنا مستعرضة. أما عند القاع تتحرك الجزيئات حول مواضع سكونها في نفس اتجاه انتشار الموجة، يعني الأعلى ولا إيه؟ ولا أسفل. هنوضح لكم طبعا في هنا جزئية لازما يعني نكون يعني نقول المعلومة بقى صح. كتاب المدرسة استفاض في الموضوع ده استفاضة كبيرة. في نوع من الموجات اسمها الموجات السطحية. الموجات السطحية زي موجات المحيطات اللي تتقلب على بعضها والحاجات دي، الموجات دي بتبقى خليط من الموجات الطولية والمستعرضة، يسموها موجات سطحية. لم يذكر الكتاب المدرسي صراحة لفظ إن الموجات دي موجات سطحية، وإن كانت موجودة في جميع الكتب والمراجع، لكن وضع رسمة توضيحية واخدة صفحة كاملة في كتاب المدرسة، هنستعرضها مع بعض الحصة اللي جاية إن شاء الله. هنشوف كيف يتحرك جزيء واحد عند السطح، عند سطح الماء، وازاي هيحصل الحركه الدورانيه ديت، ويعمل لي الميكس اللي هو ما بين الموجات الطوليه والمستعرضه مع بعض. لكن لما يجي يقول لي هو ليه عند السطح حصلت موجه مستعرضه مثلا، اقول له لان الجزيئات اتحركت لاعلى ولاسفل، عمودي على اتجاه انتشار الموجه. طب تحت
في القاع الا ان الجزيئات هتتحرك في نفس اتجاه انتشار الايه الموجه، وهنوضحها بمقطع الحصه اللي جايه ان شاء الله، مقطع توضيحي انيميشن كده هيوضح الحركه ديت هتتم ازاي. يبقى استخلصنا من الاشياء السابقه جزئيتين مهمتين يعني. الموجات الطوليه الموجه التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها على نفس خط انتشار الحركه الموجيه. يعني ايه رايك لو قال لي ان الموجه دي هتهتز فيها الجزيئات موازي باتجاه موازي، ماشي، زاويه صفر، ماشي. اما الموجه المستعرضه، الموجه اللي بتهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها في اتجاه عمودي، تمام، بزاويه قائمه، تمام، 90 درجه، ماشي. كل ما يعني العمودي ما يعني، خليك ذكي، الالفاظ احنا هنا ما بنحفظش، احنا بقينا في اتجاه دولي وفي اتجاه عالمي، لاني تكون فاهم وتعبر بابسط الطرق عن فهمك، بس اكون فاهم مش عبر الكلام غلط. يعني ايه؟ ادي خط انتشار ماشي في وشه واتجاه اهتزاز جزيئات الوسط عمود 90 درجه زاويه قائمه، كل ده صح. تعالوا نشوف بعض الاسئله اللي جت العام الماضي وقبل الماضي في الاختبارات ونشوف. يصل شعاع الليزر الى سطح القمر لانه موجات طوليه تحتاج لوسط مادي، ميكانيكية لا تحتاج لوسط مادي، كهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي، ميكانيكية تحتاج لوسط مادي. شعاع ايه؟ شعاع الليزر. يا مستر احنا ما فيش عندنا ما خدناش في الموجات الكهرومغناطيسية الليزر. لازم تعرف انت بتعيش في الكون، موجود طبعا في كتاب المدرسه شعاع الليزر، حلو. بس انت عايش في حياتنا، انت بتشوفوا الليزر، الليزر ده ضوء ولا صوت؟ ضوء واضح. البرق والرعد، واضح البرق والرعد زي ما انتم عارفين لما بتحصل ان السحب بتقترب من بعضها وبيحصل عمليه تفريق كهربي، بنشوف ضوء ونسمع صوت. حتى يعني الناس تقول لك ايه؟ شفت البرق بعينيك وسمعت الرعد بأذانك، أبص سمعت الرعد بأذانك، شفت البرق بعينيك. فالبرق بنشوفه ضوء والرعد بنسمعه، مين اللي بيحصل الأول؟ أكيد البرق لأنه ضوء فيوصل لنا سريع. طب والرعد؟ صوت، فيوصل بقى براحته. سرعة الضوء 3 في 10 في 8 يعني 300 ألف كيلومتر في الثانية. ما هي هنقول 3 في 10 أس 8 يعني 300 في 10 أس 6 يعني 300 مليون متر في الثانية أو 300 ألف كيلومتر في الثانية، تمام؟ أما شوف الفرق بين 300 و 300 مليون، يا فرق كبير جدا. سرعة الصوت حوالي 300 320 340 بتتكلم في 300 متر على الثانية، دقة 300 مليون متر في الثانية، وضع يا جماعة حاجة فرق كبير. طيب هل هو شعاع الليزر موجات طولية؟ ابعد لي عن كلمة طولية لأن ديت موجة كهرو مغناطيسية، فما فيش كلمة طولية ديت في الموضوع. طب ميكانيكية لا تحتاج إلى وسط مادي؟ يا عم ابن الحلال، ميكانيكية إيه؟ ده ليزر، شعاع ليزر موجات ضوء كهرو مغناطيسية. كهرو مغناطيسية ما بتحتاجش لوسط مادي، امال هي وصلت لسطح القمر ليه؟ شوف مجرد اصلا انت حاجة وصلت لسطح القمر. لو هناك، شوف في فراغ. لو كانت الموجة ديت موجة ميكانيكية ما كانتش وصلت. انما ايه اللي حصل؟ حطينا مراية على سطح القمر، سطح عاكس، وارسلنا شعاع ليزر فاصطدم بالمرآة وانعكس، قدرنا نحسب المسافة من هنا للقمر بحاجة سهلة. طبعا يعني سهلة في الحساب، لكن طبعا في الأداء لا، ده شغل كبير.
يبقى طبعا الاختيار رقم ج هو الصحيح، بانها كهرومغناطيسيه ما تحتاجش لوسط مادي. ما نقدرش نقول ميكانيكيه تحتاج، طبعا الميكانيكيه دي خلاص يعني كلمه ميكانيكيه لا تحتاج لوسط مادي، اللي فوق دي غلط اصلا على بعضها، انما اللي تحت يعني ممكن الطالب كان يتلخبط، بس طبعا كلمه وصل الى سطح القمر فسرت للموضوع، وشعاع الليزر فسرت للموضوع عادي. السؤال اللي بعد، القى طفل حجر في بحيره فلاحظ دوائر منتظمه على سطح الماء. هو الطفل لما ألقى الحجر ألقاه في البحيرة، المية اللي فيها ساكنة البحيرة، رحت جاي رامي المية راحت عاملة الدوائر، لاحظ الدوائر، الدوائر دي منتظمة على سطح الماء، فيرجع سبب ذلك إيه؟ الماء هو مصدر الاهتزاز، مصدر أظن دي جاية مباشرة على ما يسمى او ما يعرف بكتاب المدرسه نصا، يعني لو انت قاري ودارس، الماء هو مصدر الاهتزاز ولا الماء هو الوسط اللي بيحمل الاهتزاز، ولا سبب سكون جزيئات الماء، ولا سكون الحجر بعد سقوطه في الماء مباشره؟ يا جماعه الخير، سكون جزيئات الماء ما تعمليش موجه، وسكون الحجر بعد سقوطه، ما هو الحجر سقط وسكن، طب ماشي انا ده ايه اللي يهز؟ ان الماء هو الوسط الذي يحمل الاهتزاز. هذه الجمله هي الجمله الصحيحه، لان الحجر هو مصدر الاهتزاز مش الماء، وان الماء هو الوسط الذي يحمل الاهتزاز، وان الحجر عندما نقل، شوف احنا واخدينها في اول سلايد في اول شريحه، بان الحجر نقل طاقته الى مين؟ الى جزيئات المي اللي هي بتحمل الايه الطاقه ديت، وتنقلها طبعا تنقلها من جزيء لجزيء. يبقى في الفقره رقم 2 ان الماء، شو السؤال، السؤال ده جه في العام الماضي، وطبعا يعني الناس يجب انها تكون مذاكره، مش شايفين الاسئله مش بالصعوبه يعني الضخمه، ولا برضو بالسهوله الممتنع، يعني هي سهل ممتنع، سهل لدرجه انك انت ممكن تغلط فيه لو انت مش مركز، انما الموضوع بسيط ان شاء الله. تعال نشوف السؤال ده من اجمل الاسئله اللي شفناها، وهو يعنى بالقراءه المتانيه. رسم شخص كاسيت موجوده اهو على مثلا ترابيزه ولا على اي حاجه، وعامل نغمات اهو، صوت طالعه منه، تضغطات وتخلخلات عندك اهيت، والمنظر بيقرا. بيقول عندما يستمع شخص لصوت المذياع كما بالرسم، فإن الموجات التي تصل إلى المذياع هي موجات نقط. الجماعة بتوع اللغة العربية ركزوا معايا، فإن الموجات التي تصل إلى، ولا من؟ إلى، احرف الجر دي يا مستر. أصل الموجات التي تصل إلى غير الموجات التي تصل من. لو جه قال لي الموجات التي تصل من المذياع إلى الشخص، دي صوت، دي موجة ميكانيكية، دي موجة ميكانيكية طولية لأني مشيت في الهواء. أما الموجات التي تصل إلى المذياع هي موجات لاسلكي، ده موجات كهرومغناطيسية، ده جاية من مبنى الإذاعة والتلفزيون، موجات كهرومغناطيسية التقطها الاريال بتاع الراديو. فخلي بالك، طالما قال لك الموجات التي تصل الى المذياع، اقول له ده دي موجات كهرومغناطيسيه. طب بس انا عندي اتنين كهرومغناطيسيه، كهرومغناطيسيه طوليه وكهرومغناطيسيه، هو في كهرومغناطيسيه طوليه اصلا؟ هذا الاختيار يناقض نفسه، مفيش كهرومغناطيسيه طوليه اساسا من الاساس، يعني موجه كهرومغناطيسيه طوليه دي خطأ، يبقى هي كهرومغناطيسية ايه؟ مستعرضة، فجميع الموجات الكهرومغناطيسية مستعرضة أصلاً. طب ما تنفعش يا مستر ميكانيكية ونمشيها وخلاص، تنفع لو قال يا جماعة لو، وحتى ميكانيكية مستعرضة ما تنفعش، لأن موجات الصوت ميكانيكية طولية. طب ميكانيكية طولية رقم دال دي ما تنفعش، لو غير حرف واحد، حرف جر، اللي هو فإن الموجات التي تصل من المذياع إلى الشخص، من المذياع، شوف اللي بتوصل للمذياع حاجة واللي بتوصل من المذياع حاجة تانية. فخلي بالك علشان خاطر
يعني لازم اكون فاهم، لازم اكون فاهم، لازم اكون فاهم. تمام تمام شوف بقى، لو انت قاعد تتفرج على التلفزيون سمعت صوت مباراة كرة قدم او اي حاجة، وشفت صورة، الصورة اللي انت شفتها ديت جت من انعكاس الضوء من على الشاشة الى عينيك، دي موجة كهرومغناطيسية، لكن الموجة اللي انت سمعتها باذنك باذنيك دي صوت، موجة ميكانيكية طولية. شوف سبحان الله، دي كهرومغناطيسية مستعرضة ودي ميكانيكية طولية. لازم اكون بقى مركز قوي، ولكن سواء الصوت او الصورة اللي جول للتلفزيون من مبنى الاذاعة والتلفزيون لغاية الاريال، دي موجة كهرومغناطيسية سبحان الله. نوع الموجة في البرق والرعد يكون برضو دي السؤال اللي هو دي السنة اللي فاتت، وبيقول نوع الموجة في البرق والرعد يكون الرعد موجة كهرومغناطيسية والبرق أيضا موجة كهرومغناطيسية، يعني كلهم كهرومغناطيسية، ولا الرعد ميكانيكية والبرق ميكانيكية، ولا كله ميكانيكي، ولا الرعد ميكانيكية والبرق كهرومغناطيسية، ولا الرعد كهرومغناطيسية والبرق ميكانيكية. يلا نفكر، الرعد ده صوت ولا ضوء؟ الرعد صوت، يبقى موجة ميكانيكية. طب يبقى انا عندي كده استبعدت الف ودال، لانه كان بيقول لي ان الرعد كهرومغناطيسية والرعد ده صوت، صوت الرعد. شوف يعني الناس في البلد وهنا وهنا يقولوا ايه، شفت الرعد، شفت الايه، شفت البرق بعينيك وسمعت الرعد بودانك. فخلي بالك الرعد موجة ميكانيكية. طب عندي اختيارين كده بيقولوا لي ان الرعد موجة ميكانيكية، به وجيب، خش على البرق. بينما البرق موجة، استنى، ده البرق ضوء، ينفع ميكانيكية؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، ده هو موجة كهرو مغناطيسية. يبقى الاختيار رقم جيم هو الصحيح هو الصواب، وان الرعد موجه ميكانيكيه لانه صوت، بينما البرق موجه كهرومغناطيسيه لانه ضوء. انا شفت البرق ده، شوف يبقى الحاجه اللي بشوفها بعينيا دي موجه ايه؟ موجه كهرومغناطيسيه، والحاجه اللي بسمعها بوداني دي موجه ايه؟ ده صوت، موجه ميكانيكيه طوليه، انما الموجه الكهرومغناطيسيه دي مستعرضه. فخلي بالك علشان تفرق ما بين البرق والرعد، الظاهرتين اللي انا لازم اكون عارفهم باستمرار. طب حلو، جايب لي وتر في السؤال رقم 5، بيقول لي برضو السؤال ده جسم فتت. طبعا احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقرب من الامتحان قوي. خلي بالك ان يعني الاساتذه الكبار اللي اختاروا او وضعوا الاسئله دي في العام الماضي، السؤال بيعالج نتاج محدد في كتاب المدرسة، يعني مع حاجة انت لازم تعرفها، بيقيسوا فهمك. فانت لما بتحل الاسئلة دي انت بتحط ايدك قريب قوي 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 قوي، ما عادش عندنا التعقيدات الرياضية، ما عادش عندنا الاسئلة البعيدة اللي بتحتمل اجابات ومش عارف، لا احنا عندنا فاهم قوي، مش هتلاقي عندك اي لخبطة في الايه، في الاسئلة. اهتزاز وتر، اهتز وتر ولم يسمع صوته، اهتز وتر بس ما سمعناش الصوت. المفترض ان انا لما بيكون عندي عود او كمان او اي اله وتريه بهزها بسمع صوت. طيب انا يعني اهتز الوتر وما سمعناش صوته، يا ترى يكون ايه السبب؟ هل وجوده في حيز مفرغ من الهواء؟ ولا اهتزاز جزيئات الوتر؟ ولا حدوث اضطراب؟ ولا وجوده في الماء؟ وجوده يعني في الهواء، طب ما هو الهواء ده وسط، يبقى رقم ده المستبعده. حدوث اضطراب ده شرط اصلا عشان هسمع الصوت. طب اهتزاز جزيئات الوسط ده هو اساسا يشترط عشان اسمع الصوت ان تهتز جزيئات الوتر اللي هو الوسط اللي عندي، وكمان تهتز جزيئات الهواء نتيجه اهتزاز جزيئات الوتر. الوتر ده بالمناسبه بينشا في الوتر موجه مستعرضه في الوتر نفسه، وبينشا حوله موجه ميكانيكيه طوليه اللي هو الصوت، الصوت اللي نشا عنه. ولكن اذا وجد هذا الوتر في حيز مفرغ من الهواء
مفرغ من الهواء، يبقى كده الميديم او الوسط اللي هو الحامل للصوت مش موجود، وبالتالي ان وجوده في حيز مفرغ من الهواء هيخلي هو يتهز زي ما هو عايز، بس الصوت مش هيجيله. وزي ما احنا قلنا لو الشوكه على سطح القمر والحاجات ديت هي نفس المثال، طبعا يجيب لي اي حاجه خلاص انا فاهم. السؤال الاخير، الضوء المرئي يتكون من مجال كهربي متعامد مع اخر مغناطيسي موازي لاتجاه انتشار الضوء، ولا مجال مغناطيسي موازي للمجال وموازي لاتجاه الضوء، ولا مجال كهربي موازي للمجال وعمودي على انتشار الضوء، ولا مجال متعامد كهربي متعامد مع مغناطيسي وموازي لاتجاه انتشار الله. هو بيتكون من مجال كهربي متعامد مع مجال مغناطيسي، وكل منهما عمودي على اتجاه انتشار الضوء. ليه يا استاذ؟ ليه؟ خلي بالك، علشان خاطر هما مجالين كل منهما عمودي على الاخر، وايضا عمودي على اتجاه الانتشار. المجال الكهربي عمودي على المغناطيسي، وكلاهما عمودي على اتجاه الايه؟ الانتشار. كان معكم الاستاذ وليد ابو الحاج، مقدم الماده العلميه للصف الثاني الثانوي ماده الفيزياء. ان شاء الله الحصه القادمه غايه في الاهميه، انتظروها وترقبوها. ولمن فاته الثلاث حصص النهارده او الحصه اللي فاتت او اللي قبلها يقدر يتابعنا على اليوتيوب. ألقاكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.